السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا إخوة، طبعا كما قلنا سابقا بأن الزراعة المائية في بعض الثمار تحتاج إلى تثويم، وهذا التثويم لا يمكن أن نضعه في الماء بشكل حر. واليوم إن شاء الله نشرح لكم الطريقة المناسبة لوضع الثوم في الزراعة المائية إن شاء الله. الآن طبعا بنجيب ثوم من قشره بدون تقشير، من قطعه بدون تقشير، مش شرط تقشير، بنعمله بالشكل هذا. يعني لو بقي القشر فيه ما في عندنا مشكلة نهائيا، لو مثلا اطلعنا القشر منه بظل افضل، اخوف ما يصير عفونة، ولكن هو سبحان الله ما بصير عفونة ان شاء الله. بنجيب شبك، هذا الشبك نستطيع ان نقصه من خلال الشبك الزراعي متر رخيص، المتر تقريبا يقدر بدولار. نأتي بالكمية هذه ونضعها في الشبك بهذا الشكل، ومن ثم نعمل سرة. السرة معروف يعني أمرها بسيط بهذا الشكل، تصبح هكذا شكل سرة الثوم. هذه الثوم طبعا يا أخوة ممتاز جدا لأصناف القثائيات مثل الخيار، الفقوس، اليقطين، الزراعة القثائية بشكل عام، القرع وغيرها من الخيار والفقوس واليقطين. هاي نربط بهذا الشكل، نربط السرة بهذا الشكل، ومن ثم يعني لا تحتاج إلى تعقيدات كثيرة، سهلة جدا. تصبح عندنا هذه مثل سرة حفلات الأعراس القديمة، كانوا يضعون الحبات الملبس في سرة ويوزعوها، فهي أصبحت عندنا سرة من ثوم. الآن سهل جدا، نضعها في إحدى خانات الزراعة المائية على سبيل المثال، هكذا يعني صارت مبتلة، ونتركها. الآن طبعا نحن زرعنا الآن زراعة جديدة هنا، هذا خيار، هذا فقوس. طبعا كما قلنا سابقا أنه هذه الماسورة طولها متران على سبيل المثال، لا يزرع بها إلا شتلتان فقط، ولكن لأنها الآن صغيرة الشتلات يمكن أن ننقلها فيما بعد إلى حيز آخر. يعني الماسورة الواحدة 2 متر، 2 متر نشتريها، 2 متر أو نشتريها متر متر ونوصلها. تحتاج فقط يعني لكي تنمو بشكل سليم فقط نضع شتلتان، أي أنها سينبت بها نبتتان فقط. لماذا؟ الشرش في الأرض يا إخوة يختلف عن الشرش في الماء أو الجذر في الماء. الجذر في الماء سيسحب طوله متر أو متران تقريبا، متر نستطيع أن نستوعبه، لا يضايق الماسورة، لا يخرج الماء من الماسورة. يعني أنا عانيت في هذه الفترة أن الماء كان يخرج، انظروا الآن إلى أثر الماء الذي كان يخرج. المهم يعني نضع بها عندما تكبر، يعني عندما يصبح طولها نقول نصف متر، طول الشتلة نصف متر، نضع فقط نضع شتلتان في الماسورة لطولها مترين فقط لا غير. الثوم يدعم النمو، يقوي النمو، يخرج، يساعد على إخراج الثمر. مادة الكبريت اللي فيه ممتازة جدا للنبات، تعقم الماء وتضفي نمو للنبتة. إن شاء الله هذا الشرح يكون استفدتوا منه، هو الهدف من الشرح هو كما قلنا صنع سر الثوم ووضعها في الماء. طبعا مع جريان الماء